السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعي الكرام، تحياتي لكم أخوكم فرجي، تحياتي أخوتي المغاربة داخل الوطن وخارج الوطن. كما كتلاحظوا الإخوان، تمت إزالة الأعمدة الأولى ديال الإنارة ملعب طنجة الكبير. كما كتلاحظوا هذه هي الأعمدة اللي تحيدت الأولى ديال الإنارة ديال الملعب. ها هي الإخوان، كما كتشوفوا ها هي فين محطوطة، اللهم بارك. وكيبقاو هنا عاوتاني العمود الثاني ديال الإنارة اللي مازال ما تحيدت حتى هو، غنشوفوه إن شاء الله في الفيديو القادم إن شاء الله، أو لا من بعد الفيديو القادم. اليوم الحمد لله أمطار الخير في مدينة طنجة. صراحة ما كنت غادي ندير فيديو، ولكن مع هاد أمطار الخير الحمد لله تبارك الله، اللهم صل عليك رسول الله، الخيرات. صراحة عجبني، أنا عجبني الفيديو بهاد الأمطار الخير. واخا غادي نعطي معلومات حول الملعب، ولكن أنا الصراحة عجبني هاد الأمطار الخير، والحمد لله اللهم لك الحمد، اللهم أغثنا غاية النافعة. كما كتلاحظوا الإخوان، هذا هو ملعب ابن بطوطة. كما كتلاحظوا الإنارة الأولى راه تحيدت، وبقى عندنا الإنارة الثانية، فهي إن شاء الله غنشوفوها من بعد. كما كتلاحظوا الجو اللهم بارك مع الأمطار الخير، يا سلام، الحمد لله على كل حال. هذه هي الأجواء من خارج الملعب ابن بطوطة. كما كتلاحظوا معايا الإخوان، هما المدرجات كاينين في الديبو، راه باقيين كيدخلوا فيهم الملعب وباقي كيوجدوا في المدرجات. يلا الإخوان، لأول مرة كيشوف القناة، أبونا وفعل زر الجرس باش يوصلكم الجديد من أخوكم فرجي. وان شاء الله بحول الله غادي غنشوف القناه غادي في الاشتراكات وفي التفاعل، غادي نحط لكم فيديو من داخل ملعب ابن بطوطه. انتم الاخوه كما كتلاحظوا الجو اللهم بارك. بالنسبه للاخوان هنايا باقي الاشغال، وهنا عارفين في الاتجاه هنا الشمالي راه باقي تما الاشغال، وكاين باقي عارفين غيتحفروا جوج مداخل اللي كيوجدوا الطابق الاول. بالنسبه لهاد الرافعات اللي هنا مبلاصين، تاهما غنشوفو مع الايامات المقبله او القادمه غنشوفو شنو غيديروا فيهم. كما لاحظتوا مع خرجت شويه الشميشه، كما كتشوفوا الجو يا سلام، اللهم لك الحمد. المهم غادي ندور لكم اليوم على الملعب، ونعطيكم المعطيات ان شاء الله بحول الله. وغندوزو عاوتاني من اتجاه اخر باش نشوفو الملعب عاوتاني. كما كتلاحظوا هنا يا اخوان، ها هي الرافعه اللي تم المونتاج ديالها، وباقي غيكملوا عليها الاخوان ان شاء الله. كما قلتكم ديك الساعه ملي غادي يكملوا عليها، هذيك الساعه عاد تبان عاوتاني رافعه كبيره اللهم بارك وزيد في ذلك. كما شفتوا الفيديو السابق كما بقى كما خليناها. دابا انا اليوم الفيديو عجبني، بان اليوم امطار الخير في مدينه طنجه، داكشي علاش عجبني صور الفيديو. هادشي اللي كان اخوتي العزاز، وغنمشيو عاوتاني نقربو من اتجاه ديال البانوات اللي كيزولو ديال التغليف، ودوك الصوفة هي هادي الاخوان كما كتلاحظو. دابا من هنا على برا كيبان ليكم بحال ما كاين لا ازالات التغليف لا تشي حاجة، ولكن كما كنقول لكم دائما من داخل راه كتبان. هانتوما الاخوان داكشي اللي كانوا كيهبطو، ها هو. بالنسبة لك الرافعة اللي كانت هنايا تحاولو تجهة اخرى ما عرف فين مشات. المهم ديك الساعة نشوفو ان شاء الله لا يكون كيتم عملية إزالة السقف ديك الحديد الكبير إن شاء الله بحول الله. هنا الإخوان هذا المدخل ديال الحافلات اللي مكيتجاوز العلو ديالو 4.20 متر. هذا هو المدخل الرئيسي ديال الملعب كما كتلاحظوا. هنا الإخوان هاد الصواري ديال الأسمنت، ديك الساعة إن شاء الله من بعد غنشوفو الأشغال اللي غتكون عليهم، واش التغليف واش المهم، ديك الساعة غنشاركوها معاكم إن شاء الله بحول الله، حيت باقي ما عنديش عليها شي معلومات. هانتوما كيما كتلاحظوا، واخا كيما كتشوفو كتقولو نتوما مشوهين، ولكن المهندسين عاملين واحد الحساب وضاربين حسابهم مزيان. وهنا كذلك المدخل الثاني ديال الحافلات، ها هو كما كتلاحظوا في كاينه الشجره هذه، حتى هو ما كيتجاوز العلو ديالو ديال 4.20 متر. والحمد لله الملعب ان شاء الله بحول الله غيكون في المستوى، اللهم بارك.
كما كتعرفوا دابا ان فريق الاتحاد طنجة ما كيلعبش دابا حاليا في طنجة، كيلعب خارج مدينة طنجة. طبيعة الحال ضروري من الصبر حتى يوجد الملعب ان شاء الله بحول الله، ضروري فريق اتحاد طنجة يصبر حتى يوجد الملعب، ديك الساعة ان شاء الله غنشوفوه كيلعب في الديار ديالو في مدينة طنجة. كما كتلاحظوا هنا هما الكراسي وديك الكياس والرملة اللي جاو كيخدموا به من داخل مرافق وغرف ديال الملابس المرافق الصحية. هنا الإخوان هذا اتجاه الجنوبي كما كتلاحظوا هنا، عاوتاني كاينين جوج مداخل اللي باقي متحفرو اللي غيوجدو الطابق الأول إن شاء الله بحول الله، غيتغلف الملعب وغيتغطى إن شاء الله بحول الله، وديك الساعة غنشوفو الفريق الإتحاد طنجة هو كيلعب فيه وغيتنظم في كأس إفريقيا 2025 والكأس العالم 2030. اللهم بارك. كما كتلاحظوا هذه أجواء من خارج الملعب، هذو هما الجرادين اللي كاينين خارج الملعب، اللهم بارك. صراحة الملعب جا في واحد الموقع زوين، حداه المواصلات وقريبة ليه المحطات الطرقية اللي كتبعد 3 كيلومتر، وعلى بعد عاوتاني محطات القطار 10 كيلومتر، وقريب عاوتاني كذلك مطار ابن بطوطة. صراحة الملعب جا في واحد الموقع مزيان، فيه حداه جميع المواصلات. انتم كيما كتشوفوا راه بعثت لكم باش تشوفوا الملعب فين جا والمناطق الخضراء اللي دايره به، هذاك الشيء يا سلام فرجي يا فرجي، الله يفرج عليا وعليكم في الدنيا وفي الاخره. وهذا هو اتجاه مجمع الحسني، انتم كيما كتشوفوا الملعب ها هو مرايا، والطريق الكبيره ها هي، اللهم كاين الطوبيس كاين الطاكسيات، ايوا الحمد لله راه كلشي موجود. يلا الاخوان ما علي اني نودعكم، نقول لكم مع السلامه وتهلاو في راسكم، تحياتي لكم من اخوكم فرج.